السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أشارك طلبة سنة رابعة قسم اللغة الإنجليزية فرحتهم بمناسبة تخرجهم إن شاء الله خلال أيام مرحلة جديدة في حياتنا، مرحلة مختلفة، بس كمان محتاج إن إحنا نفكر هنعمل إيه الفترة اللي جاية. في المراحل اللي زي دي اللي بتقابلنا في حياتنا دايما احنا بنحاول نتعلم من تجارب الناس اللي نجحت واللي قطعت مشوار جميل في حياتها. اول خطوة دايما انا بفتكر اول ما اتخرجت عملتها فكرة ان احنا ازاي نقدر نحط خطة، والخطة دي نقدر ان احنا نمشي عليها عشان نفكر بشكل منظم وبشكل عملي. انما كمان مش فكرة خطة، ده كمان ده انت لازم ترفق جوه الخطة عنصر مهم جدا اللي هو اسمه الطموحات. والطموحات دي علشان تحققها فانت لازم يكون عندك ايمان بالفكرة بتاعتك، والاهم من كل ده ان لازم يكون عندك حاجة اسمها determination يا شباب، اللي هو العزيمة، الاصرار، persistence، المثابرة على فعل حاجة معينة. لو عندك العناصر دي كلها مكتملة صدقني هتقدر توصل اللي انت عايزه. وخلي بالك لان النجاح ما بيجيش كده من اول مرة. كل الناس التجارب اللي نجحت قبل كده في حياتنا، عندنا واحد زي ستيف جوبز اللي عمل شركة ابل الامريكية، عندنا واحد زي بيل جيتس اللي عمل مايكروسوفت، وعندنا واحد زي مارك زاكربرج اللي هو اسس موقع الفيسبوك. الناس دي كلها لما اسست الكيانات بتاعتها اول ما بدأوا ما بدأوش بنجاح، بالتأكيد تعرضوا لـ obstacles او عقبات او مشاكل في البداية. وبالتالي توقع انك في البداية مش هتلاقي الامور وردية، بس ده لا يعني انك تصمم لحد ما توصل للهدف بتاعك. نصيحتي بقى دايما، والنصيحة دي دايما اقولها لنفسي، حاول انك تحتك دايما بالتجارب الناجحة. دايما لما بتحتك بالناس الناجحة وبالتجارب الناجحة ده بيؤثر عليك كمان على المستوى النفسي، فخلي بالك من الجزئية المهمة دي جدا. كمان لازم تحط في اعتبارك انك ازاي تبقى انسان افكتيف، مؤثر، فعال داخل المجتمع بتاعك. لازم يبقى انسان ليك بصمه وليك اثر. احنا كلنا بنفتكر ان في ناس عاشت وماتت وزي ما عاشوا زي ما ماتوا ما كانش ليهم اي اثر واي بصمه، بس في المقابل كان في ناس تانية عاشت وسابت اثر وبصمه جميله، ولما ماتوا الاثر بتاعهم ما زال موجود وما زلنا بنفتكرهم بكل الخير وما زالوا جوه وجداننا. وعلشان كده انا دايما وعلشان ما اطولش عليكم بفتكر الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. انت لك ان تتخيل ان في موقف زي ده وفي ايدك حاجه بتعملها، لا اعملها، وكانها رساله مضمونها الاصرار، الاستمراريه لحد ما توصل للهدف بتاعك. بتمنى لكم جميعا يا رب كل التوفيق بالنجاح. حط الجمله دي في ذهنك، فكره النجاح. فإن شاء الله إن شاء الله لمزيد من النجاح وبالتوفيق، وإن شاء الله نسمع عنكم كل الخير يا رب دايما. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.